عايزاك توجه كلمه للعيبه اللي قاعدين دلوقتي واللي اكيد هيتفرجوا على الحلقه دي بعدين قبل بقى الفاينلز وفتره التوتر دي، لان انت مؤثر قوي بالنسبه لهم، هو بيحبوك قوي وكلامك مهم قوي عندهم. ان انت تبقى عايش، هم بيقعدوا يقولوا الكلمه دي كتير، عايش الماتش. عايش الماتش ده يعني انت مركز ان انت عندك ماتش كبير. والتانية بقى المهمة قوي لكل اللعيبة الكبيرة بتقولها، مش بس في الكورة كمان في كل الرياضات، بيقولك إن هو من اليوم اللي قبله كمان ماتش بيتخيل المكسب. يعني هو بيفضل راسم الصورة قدامه وهو كسبان هيحتفل إزاي، هيحتفل وصح وهو شايل الكاس وهو بيجيب الجول. كذا لعيب كده يقعد يقولك في السيرة الذاتية لما بيكتبوا الكتب يقولك أنا كنت شايف نفسي بجيب الجول قبل ما أجيبه. فاقعد عيش اللقطات الحلوة وما تتخيلش خالص اللقطات الوحشه. خلص اليوم مع نصوحي واللعيبه اتبسطوا قوي، وكان لازم يسجل اللحظه الحلوه دي بصوره معاهم.